جيتي عطينا كامي انا جيت قبل كتصف معايا عرفتي شحال فيا 110 اليوم نهرس هو انا كامل يا تينا اللي غادي تجي دابا يا تينا تينا غادي تجي حمدا انا كامل يا تينا دابا زيد هو كيشبه حسن منا هي حنا واقفين كاينة حنا واقفين كاينة معرفش من قالت لي فوني حنا واقفين كاينة عدناها حنا واقفين كاينة حنا واقفين كاينة البلاد غادية في الخسرانة حمادي إلا عطينا كتكون 24 ساعة بلاصة رئيس الحكومة بلاصة خلنا شنو تقدر دير غادي ندي كلشي نعتقل دير مغامرة أنا والملك إلا عطينا كتكون 24 ساعة بلاصة رئيس الحكومة بلاصة خلنا شنو تقدر دير غادي ندي كلشي نعتقل دير مغامرة أنا والملك تحيرات هادي زعما هاد الباشا حمو واش تيكون زعما هاد الباشا حمو هاد الباشا حمو تيبري دار خدمتو دار خدمتو من المزيان الله 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 كافو يا مساعد ناظر الكاميرا ابتسمي ابتسمي بغات تموت في بلاصتها شوف واش داك اللي عنده انت يا اصلا والله ابتسمي ابتسمي كتقول بابوك بابوك كنت بغات تخرج لها روحها كون قاعده تحت شويه كون خرجت لها روحها شي حبيبي نقول لك واحد القضيه والله ما كاين واحد في الدنيا هذه لقاها كيما بغاها هذاك الشيء اللي عندي باغي انت وداك الشيء اللي عندك انت باغي انايا كاينش في الدنيا هذا شي واحد عنده كلشي الحمد لله الحمد لله الله وشكرو على داك الشيء اللي عندك الحمد لله على كل حال من الاحوال العجبه وشنو الشيء هذا في مكناس ولا شنو انا كنعرف غير الشيعه هما اللي كيديروا بحال هكا هادو مغاربه ديالنا كيديروا على العشبك لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الجهل 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 جمع دونيس واحد الاكلة سميتها بواسطة 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 انتم عرفتي شنو فيها دايرة فيها الدجاج ودايرة فيها بواسطة شنو اخرى وثاني هادو نيا وداش فيها داك داك اللي درتي داك اللعيب شنو بيساميل وداك هذاك اللي زائد حال هنا كيف سميتو الصوجا الصوجا خوجان كما خوجي انا نشوفو هذا العيب فاتني الصوجا ديالنا مع الصباح باسط نعم الله غير صباح الصباح يلاه غنتعشاو حنا تنتعشاو ديما مع الخمسة الصباح بحال هكا 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 ديال واه سيدي كنتحيا ليك دابا هما قال لك ما كيتعشاو حتى الخمسة الصباح حيت حنا هو دابا بالنهار كينعسو وبالليل كيباتو خدامين الله يحسن لهم طرف الخبز راه صعيب عرفتي يقيلو في اللايفات حتى الخمسة ولا ستة الصباح احصاء بلا ما تبقى تهرس داك الباب ما ساكن حتى واحد وهنا ساكن واحد منحوس راه لا اله الا الله سبحانه وتعالى معاه في هاد الحوم كون واش هنا ساكن داك اللي قلتي ليا
نعم أمان. السلام سيدي. والسلام. معك الإحصاء. مرحبا. شحال نتوما هنا؟ شي 17 لواحد. وشحال خدامين؟ هنا في هاد الدار. إيه. خدام الفران وطو الماء والكليمة والثلاجة وماكينة الصابون. والحقيقة شحال خدام؟ حتى واحد. وشكون اللي خدام بزاف؟ أنت. دابا انا راه بغيت نخرج نشرب ولكن كي غندير لهاد الاولاد عاوتاني واش بغيت نشرب الماء ولا الماء القاطع ولا جافير ولا شي حاجه اخرى ما عرفتش باش نشرب هذيك كاين قرايه نخرج نشرب انا عندي العصابه راهي كون بغيتو تقراو كون هادوك ولاد الكلاب اللي تيهضروا كون داروا لكم حل كون جاوا تدخلوا الماء ولقاو لي حل مع داك المصاخ وبزاف اولاد الحرام تيتسناو غير تغلطي باش يجيو يديوك انتيا باش يحلوا لك المشاكل لا العجب تيقول لك انتي جلسي في دارك وهزي الولاد وصرفي والراجل مع الصاحبه هو بوغوس هو يستاهل يعيش حياته مع الصاحبه وانتي ضربي تما كبري ليه الولد من هاد القحاب البايرات مسخات البارجات خرجتو علينا عطاكم شي مصيبه هو يا مخليه تيكون مع صاحبته جيبي ليهم البوليس وانا بقى عساسه عليه انا بقى حاضيه قنا نتبع السيد هو عارف لي عندي الولاد فين غنحضيه لا راه قلت لكم في القهوه مع الصاحبه يعني في القهوه راه نتوما تقدروا تعاونوني سيروا غير ديك القهوه وهضروا مع مولاتها قولها اختي انت عارفه مرتو ما باغاش يخدم هنا علاش مخدماه وكتحرشي فيه وكتهضري معاه في التليفون وسط دارها اش بينكم وبين ديك السيد قولي ليها دابا راه نمشي ندير الشوها يردوك انت ما مزياناش نجيب صاحب انا ولي ما مزياناش جبت صاحبي انا مزوجه مشيت عند الراجل القهوه ما خاصنيش نمشي عنده حيحت عليه مع صاحبته ما خاصكش تمشي جبتي انت يا صاحبك لا ما خاصكش تكون ديريش ناري المراه كيفاش كيحقروا في هاد البلاد ديال الز قال صد في ديركم دي هادي راه ام غير صالحه هادي راه خصهم يحيدوا لاولادها حيت هادوك الاولاد بعد تكرفس عليهم بطلعهم وشي تلاه خينا خاطر واحد الله الا خاطر بالله السلام عليكم بعض الاحيان لا يجب فقط التركيز على الجزء الفارغ من الكاس كاينين امور زوينه مثلا هذه الايامات وزاره التعليم في اطار شي مذكره اقترحات ان في اطار داك المخطط ديال 22-26 وهذا وتعزيز المدارس والرياضه الى غير ذلك فقرروا انهم يعني توصيه للمدارس باش انهم فهمتيني التلاميذ يمارسوا رياضه الجولف تبس الخطير تبع عقل الله هذه بادي رزويونا ان الجولف واهميته في الرقي بالرياضات الى غير ذلك ف زعما مشكورين على هذا على هذا على هذا البادي انا خصنا تكون وصلنا لخط الفيديو الا كنتم الابطال وبقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساوش تخليوا لي معكم شي لايك للفيديو بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناه وتفعلوا معكم هذاك الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده تصلكم نتوما الاولين تفعلوا الخوت مع الفيديو وخليوا لي تعليق زوينه ديالكم طلبوا فرصكم طلبوا وليديكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم